تمام الله أكبر الله أكبر ولله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر من هنا تقود روح الفقيد النقيب عبد اللطيف 21 إن في هذه اللحظات وداخل هذه السيارة لنقل الأموات المسلمين يوجد جثمان الراحل كان بكاء أرملة الفقيد كان بكاء أرملة الفقيد
أمي شبيتي عليك أمي شبيتي من هنا سلام شبيتي عليك سلام مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات يغادرنا هرم أهرامات القانون أستاذ 20 المستوى الأخير إن لله وإنا إلى راجعون مجموعة من الأساتذة ذكور وإناث تأثيرهم بشكل كبير سواء رجال القانون وكذلك العزاء ديالنا الزوجة ديالنا اللي صراحة كما كتشوفوا معنا في الصورة متأثرة بشكل كبير فقدان شريك الحياة فقدان الرفيق في عنده في الدنيا إن لله وإنا راجعون. مشاهدينا الكرام يعجز اللسان عن الكلام صراحة في هذه اللحظات أستاذ 20 تتلمذ على يديه كما قلت في السابق أساتذة كبار في القانون ذكورا وإناث وهذه شهادة اكتسحت حتى المغرب لأنه كان كيتنقص بطبيعة الحال الأمين العام ديال الهيئة المحامي العربي في العربي أستاذ 20 هرب متمكن بغى الله عز وجل. مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا معنا غادي تشوفوا المرحله الثانيه اللي هي الدفن تبعوا معنا سي مصطفى شكرا لك. شكرا جنة شكرا زميلي يوسف كما لاحظتم معنا الان تم نقل جثمان الراحل النقيب عبد اللطيف 20 الى متوه الاخير الى المقبرة للدفن. إذن سنأتي نهاية هذا البث المباشر للحاق بجثمان الراحل لننقل لكم مراسم الدفن. إذن من هنا سنحاول لي الله حق ذي إذن سنأتي على هذا البث المباشر على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأخوياء أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى معنا في هذا البث المباشر من هنا من أمام مقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء. الله أكبر الله أكبر.
بابك ومن فدان يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين. مولانا اسعى ورضاك وعلى بابك واقفين دام يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين. مولانا اسعى ورضاك وعلى بابك واقفين دام يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين. الله سوا الحمد لله يا اخوان سمح لنا الى هاتش فراس ما تشفق راسك زبيد زبيد الله ولله نزل شويه اللي من قدام نزل شويه خويا عاقل صافي صافي رشيد ارجع هذه هي اللوحة التي ستعلق على قبر الراحل الفقيد عبد اللطيف بوعشرين توفي يوم 19 مرحبون اليوم كيلة سعيدة الحمد لله لا شيء كده لما كانت الفقيد عند هذا الحفل الكريم الله يرحمه ويسع عليه الوفاة ديالو هي خسارة المحاماة المغرب في الوطن العربي هذه المناسبة ما يمكن الإنسان إلا يقول قول عز وجل إن لله وإنا إليه راجعون حرة تعازير نقابة ذا بغضاء لنقبائنا لرئيس الجمعية للمحامون العرب ولكل الناس الذين يحبون هذا الرجل رحمة الله عليه. شكرا. إذا كان هذا كلام الأستاذ زهراش الذي كان صديقا للراحل الذي خلق السماوات والأرض قادر على من المراسم جثمان الراحل الشيخ جثمان الراحل مراسم الشيخ جثمان الراحل من إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر من مراسم الشيخ جثمان الراحل النقيب عبد اللطيف بوعشرين رحمه الله تعازينا الحارة مرة أخرى لكل المغاربة وخصوصا رجال القانون وبدلاء السوداء تعازينا الحارة مرة أخرى لعائلة الفقيد الصغيرة وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان معكم مراسل مغارب نيوز مصطفى القرنوي يحييكم على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.